ديال الروايح نشوفو ملي تستعمل نرجعو النساء العاملات الله يعاونهم والناس تجي كيقلبوا على طرف الخبز خصوصا في هذه الايام المباركه كاين مسكينه اللي خارجه كتقلب على طرف ديال الخبز باش تكسي وليداتها في هذه العواشر هذه الله يسهل علينا والله يفرحهم خصوصا النساء اللي كيخرجوا مساكن كاينين الارامل كاينين المطلقات كاينين اللي عندهم ظروف صعبه ووضعيه صعبه الله يسهل عليهم أجواء باردة وسماء غائمة يعني تقدر تكون تساقطات مطرية اختي تقدر تكون تساقطات مطرية إن شاء الله اللهم صيب النافع يعني يا ربي يا ربي ترحمنا إذن هذه هي الأجواء مشاهدينا الكرام من قلب الحي الصناعي وسيدات يبحثن عن لقمة العيش الحلال صباحكم مبروك عواشركم بركة مسعودة يعني هذه آخر أربعاء في هذا الشهر المبارك رمضان يغادرنا سريعا يعني لم يتبقى سوى تقريبا يومين على هذا الشهر الفضيل شكرا لكم وإلى اللقاء في بث آخر